We'll exercise 2, part A. We are asked to solve the following system. فينا نحله لأنه ال x وال y بأول ميل فينا نحله على طريقة ال elimination. بدنا نحاول بحاول طير ال y يعني. تحت عنا minus 6. خلينا نخلي هيدا تصير plus 6. فينا نضربها ب 3 لهيدا. Multiply the first equation by 3 to get an equivalent system. لما نضرب هيدي كلها ب 3 كلها هيدي بنضربها ب 3 شو بتصير 9x plus هيدي بضربها ب 3 6y equal 60 times 3 equal 180 تحت remains the same. Now we add them 9x plus 7x هيدي مكتوب by addition 9x plus 7x is 16x plus 6y minus 6y is 0y. فينا نشطبها ونحطهاش كمان 180 minus 20 is 160. Now 16x equal 160. This means that x equal 160 over 16. 16 اللي هي ال coefficient لل x becomes in the denominator in the second side. 160 over 16 is 10. So we find that x equal 10. We have to find also the value of y. Substitute x equal 10. Substitute x equal 10 in any equation. This or this or this or this. نعوضها بهيدي. In 3x plus 2y equals 60. Equivalent 3x. This means that 3 times 10. Plus 2y equals 60. يعني 30 plus 2y equals 60. Bring 30 to the second side. 2y equals 60. 30 becomes minus 30 in the second side. 60 minus 30 is 30. Here 2y. We have to divide by 2. Y equals 30 over 2, which is 15. يعني solution هون راح يكون then 10, 15. Is the ordered pair solution of the given system. Okay. بعنا البارت B. Consider a rectangle ABCD. رح ارسم عن الرectangle. أول شغلي هون بس اللي يعطيني geometric figure دغري بنرسم. هذا rectangle اسمه ABCD. ال AB equal to x plus 4 هيدي 2x plus 4 وهيدي مثلها رح تكون 2x plus 4 ال BC هي x plus 2y هيدي ال BC x plus 2y. The parameter of the rectangle is 128. Parameter لل rectangle يعني sum of sides هو معطيني ال parameter لل ABCD equal 128. يعني هلا انا فيني اجمع هاي بلس هاي بلس هاي بلس هاي وحطها ايكوال لشو ل 128. الباراميتر اللي انا بطلعه من جمع السايدز بحطه ايكوال للباراميتر اللي هو اعطاني اياه. ماشي. كمان ومعطيني التانجنت لل اي دي بي ايكوال 3 اوفر 5. تانجنت لل اي دي بي تانجنت لهي الانجل معطيني التانجنت لهيدي. طيب هلا خليني انا احط انه هذا السايد مثل هذا هو 2x بلس 4 وهيدا السايد مثل هيدا هي x plus 2y and معطينا التانجنت لل ADB equal لنا 3 over 5. طيب ال question is translate the above information. بدنا نترجم هول المعلومات اللي هون into a system of equations to find x and y. يعني بدي لي اشكل من هول system of equations. هات لنشوف. معطيني هو معلومتين. اول معلومة قايل الباراميتر ايكوال 138. طلع الباراميتر من هون. الباراميتر لل A B C D اللي بدي طلعه انا هو جمع السايدز يعني بيساوي A B plus B C plus C D plus A D equal X plus 2Y. اول شيء 2X plus 4 هون 2X plus 4 plus X plus 2Y بيرجع ال C D كمان 2X plus 4 بيرجع ال AD x plus 2y equal
2x plus x, 3x, 5x, 6x. هلأ ال 2y عنا تنتان 2y يعني plus 4y, وعنا كمان ال numbers 4 plus 4 عنا 8 بصيرو هودهن. هاي البرامتر هو معطيني البرامتر equal 128, معناتها هيدي equal therefore او بط منقول له بط البرامتر معطيني اياه هو 128, then 6x plus 4y plus 8 equal 128. فينا نجيب هيدي لهون بتصير 6x plus 4y equal 128 minus 8, يعني 6x plus 4y equal 120. هيدي اول equation. تاني equation معطيني التانجنت, هو هات لنطلع التانجنت كمان من هون. الجواب اللي بنطلعه بنحطه equal ل 3 over 5, هيك بنشتغلها لهيدي. تانجنت لل ADB بتساوي الأوبوزيت الأنجل دي للأيدي, الأنجل أي دي بي على الأدجيسنت للأنجل أي دي بي, ماشي؟ إيكوال أو إيكوفالنت تانجنت للأي دي بي إيكوال الأوبوزيت للأي دي بي, الأوبوزيت للدي يعني بهي ترانجل بالأي دي بي, ترانجل أي دي بي ما هي رايت أت أي, ونحن فينا نطبق تريجونومتري قلنا شو بالرايت ترانجلز. الأوبوزيت للدي هي السايد أي بي, على الأدجيسنت للدي هو السايد أي دي, يعني شو بتطلع 2x plus 4 على x plus 2y equal 2x plus 4 على x plus 2y. إن شاء الله تكون واضحة. طيب هلا هيدي التانجنت للأي دي بي هو معطيني اياها 3 over 5, بيجي بحط هيدي equal 3 over 5, then 2x plus 4 على x plus 2y equal 3 over 5, وبعمل cross multiplication 5 times whole, 5 times 2x plus 4, 5 times 2x is 10x plus 5 times 4 is 20 equal x plus 2y times 3, x times 3 is 3x, 2y times 3 is 6y. منجيب ال x على y على الميل, 10x minus 3y minus 3x sorry minus 6y equal, جيب 20 لهون بتصير minus 20 equivalent, هيدي 10x equivalent, 10x minus 3x is 7x minus 6y equal minus 20. طيب هات لنشوف هلا, هو عملنا سيستم, هذا السيستم اللي هو بده اياه. صار عندنا 2 equations, اول وحده اللي هي هيدي 6x plus 4y equal 120, تاني وحدة 7x minus 6y equal minus 20. طيب في حاسس في غلطة أنا, أول وحدة ماشي الحال مزبوط. طيب برجع بيقول لي هو بدنا نلاقي الـ x والـ y to find x and y, بدي لاقي الـ x والـ y كمان. هلا هيدي الـ equation بتشبه الأولى اللي حلينا, بتشبه هيدي, بس بعد في الـ هل الأولى هاي اللي هون, هل هيدي اللي هون, هل 6x plus 4y equal 120 بتشبه اللي فوق؟ هات لنشوف, هات لنقسم على 2 لهيدي, هاي بتنقسم على 2, شو بصير السيستم؟ يعني 6x divide 2 is 3x plus 4y divide 2 is 2y equal 120 divide 2 is 60, وتحت خليها مثل ما هي. طلعوا هيدا السيستم هو ذاته, هيدا السيستم اللي حليناه. شو طلع جوابات الاكس والواي؟ طلعوا 10 و15 مش هيك؟ then نقول له from part A, from part A x equal 10 and y equal 15. هيدي هي, هذه هي. نجي للفرع الثالث, عمل show that BD equal 8 radical 34. بدنا نحسب له هيدي اللي هون انه هي 8 radical 34. كيف بدنا نطلعها؟ باي فيثاغوراس. رح نعمل هيدي الترينجل اللي هون باي فيثاغوراس ثيوريم, بس اول شيء لازم اعوض جواب الاكس اللي معي اياه اللي هو 10, وجواب الاكس والواي هون لازم اعوضه هون, بيطلع معي الصايد لك الوحده, فبطبق فيثاغوراس ثيوريم بقلب هيدي.
فإذا رح أقول له هون إنه DAB equal 90 ليش؟ لأنه angle of a rectangle. هذا الشيء بيعني then by Pythagoras theorem in triangle ADB منبلش بالهايبوتونيس قلنا سكوير DB سكوير equal AD squared plus AB squared equivalent DB DB معنا شي اياه نحن بدنا نطلعه equal AD خليني اطلع AD انا هون هذا شي AD معنا اياها x plus 2y يعني ال 10 plus x طلعت 10 plus 2y الواي طلعت معنا 15 اللي هم موجودين فوق x 10 والy 15 حيطلع الجواب هيدي 10 وهيدي 30 بيطلع جواب 40 كمان بالنسبة لل AB هيدي ال AB equal to x plus 4 equal to ب 10 plus 4 رح يطلع هيدي 20 plus 4 24 طيب هون equivalent db square equal ad square ad طلعت معنا 40 يعني 40 square plus ab طلعت 24 square هلا db square equal هيدي تطلع 1600 plus 24 square تطلع 576 هلا صار شغل calculation بس يعني هون equivalent db square equal to 1176 يعني رح يطلع جواب على هيدي db equal radical 2176 فينا نعمل هيدي prime decomposition db اللي هي 2176 اللي رح تطلع مثل ما قال هو 8 radical 34 على الكالكولاتر ببين معاكم بس فينا نقسم نحن هون مثلا divide 2 2176 divide 2 بيطلع 1088 كمان divide 2 بيطلع 544 كمان divide 2 بيطلع 272 كمان divide 2 بيطلع 136 كمان divide 2 بيطلع 58 كمان divide 2 بيطلع معنا 34 هيدي divide 2 بيطلع 17 divide 17 بيطلع 1 فهي عنا هون هودي 2 power 6 بضل هي 2 لحالة وهي 17 يعني بيطلع جوابها هيدي 2 power 6 times 2 power 1 times 17 2 power 6 تطلع لبرا بتصير عنا 2 power 3 بنقسم لها الباور على 2 بضل جوا 2 times 17 اللي هي 34 و 2 power 3 هي 8 8 radical 34 هيدا تفصيل الممل طيب بيجي كمان بيقلنا بعد show that sin ADB times cosine ADB equal 15 over 34 بدي طلع sin ADB بالأول sin لل ADB sin لل D شو بتساوي sin لل ADB يعني لل D بتساوي opposite على الهايبوتونيوس الopposite هيدي والهايبوتونيوس هيدي رح نقول له sin هيدا البارت 3 sin لل ADB equal opposite لل ADB على الهايبوتونيوس الopposite لل ADB opposite لل D هي ال AB على الهايبوتونيوس هو ال DB الهايبوتونيوس ال AB طلعت معنا هون اياه 24 والهايبوتونيوس ال DB هلا طلع معنا 8 radical 34 فينا نختزلها مع هاي هيدي divide 8 بيطلع جوابها 3 وهي divide 8 بضل عنا بس ال radical 34 وفينا نعملها rationalize رح خليها هيك انا هلا بده كمان بعد بده الكوساين ADB الكوساين لل ADB شو بتساوي؟ بتساوي ال adjacent لل ADB على الهايبوتونيوس ال adjacent لل ADB هيدي الديل adjacent يعني جارة اللي لازق فيها
هلا في خطين لازقين بالاي دي بي، عم نحكي عنها بترانجل اي دي بي، في خطين لازقين بالدي هن الاي دي والدي بي، بس الدي بي هو الهايبوتونيوس، معناتها الاي دي هو الادجيسنت. فاذا اي دي اوفر الهايبوتونيوس اللي هو ذاته دي بي. الاي دي كنا حاسبينها قبل فوق هياها 40 والدي بي هياها 8 راديكال 34 ايكوال. هلا فينا نختزل هيدي ديفايد 8 بيطلع عنا 5، هاي ديفايد 8 بتروح بضل عنا راديكال 34. هلا هو عم يقول لي برهن انه ساين تايمز كوساين للانجل اي دي بي ايكوال 15 على 34. هات لنشوف ساين اي دي بي تايمز كوساين اي دي بي ايكوال جوابات بنحط هيدي 3 اوفر راديكال 34 تايمز 5 اوفر راديكال 34. هلا 3 تايمز 5 از 15، راديكال 34 تايمز راديكال 34 از 34. هات لنشوف 15 على 34 هانس Very fine. يعطيكم العافية.